زيارات ميدانية واجتماعات قام بها آمر عمليات الجنوب مع ضباط وجنود القوات المسلحة، وذلك من ضمن أعماله المناضة به، حيث اجتمع آمر عمليات الجنوب مع ضباط وضباط صف التابعين للقطاع الحدودي الأول غاتب الجيش الوطني، وبحث آمر عمليات الجنوب جميع الإشكاليات التي تعاني منها وحدات الجيش الوطني في تأمين الحدود الجنوبية وإمكانية حلحلتها في أقرب وقت ممكن، وأكد على تسيير الدوريات الصحراوية بشكل دوري على طول الشريط الحدودي. فيما قام أيضا آمر عمليات الجنوب بالجيش الوطني بجولة تفقدية للوقوف على وضع القوات المسلحة في الحقول والمنافذ المتاخمة مع الحدود الليبية الجزائرية. الغرض منها جولة مدنية استكمال للعمل اللي احنا نطلعوا على الطبيعة لوضع النقاط ووضع الأفراد ووضع الأليات. هذا لما يجي وقته يتم مناقشته وظروف تسمح من الطرفين باتفاق الجانبين. لما الظروف تسمح بالتأكيد حيكون فيها، لأن ليبيا والجزائر هما بلدين شقيقين وفيه تاريخ مشترك وفيه تواصل اجتماعي وفيه ترابط اجتماعي، بالتأكيد ستفتح المنافذ عندما تسمح الظروف الأمنية للطرفين. كما قام بزيارة القطاع الجنوبي الأول غات المطل على الحدود الليبية الجزائرية وزيارة المنفذ وبعض النقاط الحدودية، ودار العديد من المشاورات مع قادة الكتائب للوقوف على احتياجات الجيش ونقل التوصيات للقيادة العامة الساعية لرفع كفاءة أفرادها في جميع المناطق الخاضعة لها. سررنا اليوم بلقاء مع السيد اللواء مبروك سحبان آمر مجموعة العمليات من المنطقة الجنوبية، وتناقشنا معه عدة مشاكل تخص وحدات الجنوب بصفة عامة وحدات غاد بصفة خاصة باعتبارها تقع في الجزء الجنوبي الغربي لليبيا وتعاني من عدة مشاكل، اللي هي مشاكل المرتبات بالدرجة الأولى، مشاكل التموين، مشاكل الاحتياجات الأخرى زي الأليات بما يخص الدوريات في المناطق الحدودية وكذا من شيء قبيل. ولذلك تناقشنا مع هذه الإمكانيات وإمكانية توفيرها وإمكانية توفيرها والعمل على تزليل كافة الصعاب والمشاكل اللي تخص الوحدات متاعنا. فيما اجتمع أيضا آمر العمليات الجنوبية مع عمداء والمجالس التسييرية بالجنوب بالإضافة لأعضاء مجلس النواب عن البلديات، وذلك للبحث في أوضاع الخدمية والمعيشية بالمدن والمناطق الجنوبية. فيما بحث الاجتماع أيضا أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ببلديات الجنوب وإمكانية حلحلتها وتوفيرها في أقرب وقت، وأكد الحاضرون على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بالجنوب مجاهرة الأمن ورفع الغطاء الاجتماعي على كل من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطن. فيما زار آمر عمليات الجنوب المحطة البخارية بمدينة أوباري ووقف على الصعوبات التي تواجه المحطة بشركة الكهرباء لتشغيل الوحدات وعدم انقطاع التيار الكهربائي على المناطق الجنوبية، وأوضح أمير الغرفة أنه تم الاطلاع على المشاكل التي تواجه المدينة وكيفية حلحلتها. وتأتي هذه الزيارات والاجتماعات التي قام بها أمير عمليات الجنوب في حرص القيادة العامة على حلحلة المشاكل والعراقيل وسعيها نحو البناء والتطور والحفاظ على أمن المناطق الحدودية الجنوبية.